السلام عليكم، احنا وصلنا لبولندا، جينا لهاد القصر. الله يكون مسموح بالدخول، غادي نمشي وهنا الباب مسدود، ما عرفتش بالصوار كذلك. هادشي علاش انا مبغيتش ندوز السم. نتمنى معكم بعد هاد الفيديو قفار، نتمنى يعجبكم. حنا دابا في بولندا، عرفتش ديري الكاميرا منون، ما عرفتش. المهم الا دخلنا ضروري غادي نصور، واخا دابا والله ما عرف باش ندخلو نخلصو. بنتي الجريده رورو، الحمام شو شي بان ليكم. دولة بولندا، نتمنى تعجبكم. هانتوما هنا، يزين كاميرا في البوطن، كاميرا في البوطن. هذا كلك ما كنعرفش نقرا يعني الهولندية. قلت لي زيني عليك ومعت من الشرطة. شوف الوريدات، الجريدة. حنا بغينا هاد القصر على كره مسدود، ودري الكاميرا ممنوع. ملي الكاميرا ممنوع علاش غندخل؟ على كره مسدود صراحة. Überall sind hier Kameras und diese Gebäude, keine Ahnung was das darstellt. Ich habe gedacht, das wäre ein altes Schloss. شو الحمامات شحال زوينين. يعني مولفين الناس. هانتوما ما طارتش غير الخضرا. سمعوا الغراب، هي 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 غراب راه الفوق فين ساكن. عارفين بيديكم. شكرا. ترى المقالة ديال الكاز ولا ليسانس ولا شنو؟ غيكون ليسانس. دوك يا ويلي على هدى، نسيت نزيد نربح في ألمانيا. عجبني هاد الحمام، كنت من فيلمي هاد، نتمنى يعجبكم. شوفوا الغرة فين ساكن. ها الفوق شفتوه، هو غرف حط. شوف حتى الحمام، عش حمامات بزاف والله يحفظهم. يا حمام تقدر تطيرو ليا المغرب، سلسلمو ليا على الحباب ونجيو. هانتوما شوفو الحمام. تحياتي خويا امجد جينيرال، سكرتو رجع لي الحمام. اللي كيحب الحمام يدخل عند امجد جينيرال، القناة ديالو كيهضر على الحمام وتربية الحمام وداكشي زويون. ها انت امجد، ها انت الحمام، ها كارز ما طير ما خايف. شوف شحال ما كيخاف، علاش سيرو عند امجد. تحياتي لكم كاملين، ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم.
هانتوما في دولة بولندا، ها الحمام ديال ها الغراب ديال بولندا. هانتوما تعالي يا حمامة، تعالي تعالي حبيبتي. يا شوف شو بيخسر قيش المشكلة مصيفة اليوم شوية. هنايا كاينين هالدور، نحطو بزيا البولندا ورود قصر اللي بغينا ندخلو ليه من السود هو هذا، وباين لك ممنوع التصوير. ملي ممنوع التصوير اش بغا ندخل ندير؟ تخلصو متصوريش. ومشكلة اصلا راه مسدود، وانتم معانا صار هذا القصر. تمنيت ندخل ولكن راه مسدود. انتم الورود شو محمد، عيط على واحد الولد. هانتوما ها القصر، نتمنى يعجبكم ولكن للأسف قالك مسدود وممنوع التصوير. يعني ممنوع التصوير ناقص، الجو تخربق. Thank you.